قالت قوات سوريا الديمقراطية أن قوات النظام وميليشيات إيرانية يستعدون لشن هجوم على مناطق نفطية، يأتي ذلك في ظل تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد فيها بإنهاء تنظيم الدولة خلال أشهر. على ضفتي فرات سوريا تحاول جميع الأطراف الفاعلة إيجاد موطئ قدم لها، سيما أن فزاعة الإرهاب تنظيم الدولة ينحسر دون أن يتلاشى هناك، وحقول النفط الجائزة التي يسعى الأغلب للسيطرة عليها فضلا عن خصوصية المنطقة الجيوسياسية، تحالفات تظهر وأخرى تتفكك في شمال شرق سوريا. قوات سوريا الديمقراطية التي شعرت بغدر أمريكا ووقوفها بجانب الأتراك ها هي تعبر عن احتمالية غدر نظام الأسد الذي خاضت معه تفاهمات قبل أشهر. مصدر عسكري في قسد قال لوكالة سمارت إن النظام وميليشيات إيرانية يستعدون لشن هجوم انطلاقا من شرق الفرات من قريتي خشام والصالحية للسيطرة على قرية العزبة قرب حقل كونيكو، الأمر الذي لا يرضي التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إن حدث، لأن قوات سوريا الديمقراطية حليفها الذي يقاتل حسب رؤيتها على الأرض. تصريح قسد يتزامن مع تصريحات للرئيس التركي يقول فيها إن قوات بلاده ستقضي على تنظيم الدولة خلال بضعة أشهر، ويأتي بعيد نفي السفارة السعودية في أنقرة لوجود قوات سعودية لها في دير الزور بعد أنباء عن وصول وفد خليجي لعين العرب وقوات خليجية إلى دير الزور. يبدو أن الأطراف الفاعلة تسارع لحجز حصة لها في شمال شرق سوريا في ظل ازدحام الجغرافيا التي تشغلها المنطقة، وبالتزامن مع ما يبدو أنها المعركة الأخيرة لقسد ضد تنظيم. فهل يقدم النظام في هذه الظروف على انتزاع نصر سريع ويسيطر على مناطق يطمع فيها؟ ولمتابعة هذا الموضوع بقي معنا من غازي عنتاب الباحث في مركز جسور للدراسات السيد عبد الوهاب عاصي، ومن برلين عبر سكايب معنا الكاتب والصحفي رستم محمود. مساء الخير سيد رستم، إلى أي حد صحيحة مزاعم قوات سوريا الديمقراطية حول أن ميليشيات إيرانية تستعد للهجوم على آبار نفطية تخضع لسيطرتها؟ يعني الموضوع ليس مسحة بالنسبة للأمريكان، ورأينا ماذا حصل لميليشيا فاغنر الروسية عندما حاولت العبور فقط لبضع كيلومترات نحو مناطق قسد، يعني أبادوهم بيد. يعني أعتقد أن هذه الرسالة هي من قول قوات سوريا الديمقراطية إلى الطرف الأمريكي والحليف الأمريكي للقول بأن ما حدث قبل شهور مع تنظيم داعش الإرهابي حينما استغلت سوء التنسيق بين قوات التحالف الدولي من طرف وبين قوات سوريا الديمقراطية على الأرض من طرف آخر، وأدى إلى حدوث يعني ما يشبه مجزرة من قوات سوريا الديمقراطية وقتئذ إلى أن عاد التنسيق. لا تريد قوات سوريا الديمقراطية بهذا المعنى أن تستعيد نفس التجربة مع ميليشيات قريبة من إيران وقريبة من نظام سوريا، لكن أعتقد أن الموضوع ليس خاليا من مساعي النظام السوري والميليشيات الإيرانية لإحداث نوع من الخلخلة في تلك المنطقة والإيحاء بثلاث نقاط أساسية. أولا هذه طبيعة يعني وظيفية للنظام السوري، تتطلب أن يكون هناك دائما خطاب وإيحاء بأن النظام السوري يقود معركة ما، وأنه يدافع عن الوطنية السورية والوطن السوري، وأنه لا يستطيع وحده أن 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 يعيش بدون معركة ما، يعني وهو يشعر بنوع من الخسران وفقدان روح المعركة في منطقة إدلب يريد أن يوجهها لمنطقة أخرى. الرسالة الأخرى أعتقد أن إيران والنظام السوري يريد الطرفان الإيحاء بأن تجريب المرامي الحقيقية وطبيعة العلاقة الحقيقية التي تجمع قوات سوريا الديمقراطية بالحلفاء الأمريكيين، وإلى أي درجة سوف يستجيب الطرف الأمريكي لنوع من الرسائل الضمنية. أعتقد الموضوع الثالث هو رسالة لتركيا، الإيحاء بأن الأمن القومي التركي مرتبط بالنظام السوري، وأن النظام السوري وحده يستطيع ويملك الشرعية في القضاء على النفوذ الكردي، وأن تركيا يجب أن تكون لينة في معركة إدلب حتى يستطيع النظام السوري يعني أن يحدث نوع ما من الهجوم على مناطق شرق الفرات. طيب دعني أخذ رأي السيد عبد الوهاب، هل تجرؤ فعلا الميليشيات الإيرانية على التقدم نحو مناطق قسد ومهاجمة آبار نفطية حقل كونيكو مثالا؟ لغة التهديد والوعيد هذا، هل تجرؤ فعلا الميليشيات الإيرانية على تطبيقها في ظل ما جرى سابقا؟
يعني أعتقد أن الإيرانيين يعمدون دائما على استراتيجية المناورة أو معرفة خطوط المناورة التي يمكن اللعب ضمنها، وهذا قاموا به كثيرا في الشمال السوري، وقاموا به مسبقا في المناطق التماس مع قوات سوريا الديمقراطية. لكن الأهم من ذلك، إن كان الإيرانيون لديهم هذه البادرة، ما هو الهدف من هذه الرسالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية؟ أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول القول للولايات المتحدة الأمريكية بأنها قادرة على تسليم آبار النفط هذه أو المناطق هذه للنظام السوري، إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية جدية في قضية تحالفها مع قوات سوريا الديمقراطية كحليف رئيسي على الأرض يقوم بمواجهة الميليشيات الإيرانية، التهديد الرئيسي الذي تحدثت عنه الخارجية الأمريكية إلى جانب تهديد النظام السوري، أو السبب الرئيسي لبقاء الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا إلى جانب محاربة تنظيم داعش. إذن كأن قسد تحاول القول بأن محاربة الميليشيات الإيرانية أو تحقيق الاستراتيجية الأمريكية بمحاربة داعش ومحاربة الميليشيات الإيرانية يجب أن يكون من خلالها والاعتماد بشكل رئيسي عليها وعلى ولكن يعني هيكليتها. كلامك عبد الوهاب يعني ليس بهذه السهولة في ظل توقيع مذكرة تفاهم ما بين الأمريكان وقوات سوريا الديمقراطية بالأمس. السؤال موجه الآن إلى السيد رستم جيش الصناديد العامل في المنطقة والمتحالف مع قسد، قال بعد هذه الأنباء إنه يدعم أي حوار مع النظام السوري لحفظ أمن المنطقة. هل من الممكن أن تتبع قسد خيار كهذا في ظل الأنباء الذي تتحدث عن هجوم محتمل للنظام، أم أن القرار خرج من يدها أو اتخاذه على الأقل ليس بهذه السهولة كما تحدثت، خصوصا في ظل مذكرة تفاهم وقعت في الأمس القريب ما بين قسد والأمريكان؟ حقيقة يعني منطقة الأشياء والأرضية التي تجري عليها العلاقة المعقدة بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري من طرف، والقوات السورية الديمقراطية وتركيا وإيران والنظام السوري كرباعي لهذه المسألة، يتوقف على جذر أساسي يتعلق بمدى تمكين الاستراتيجية الأمريكية ومدى الانسحابية الأمريكية. قسد تريد في اللحظة ما التي تعلن فيها الولايات المتحدة على مستويين أو ثلاثة، تعلن نقاط مراقبة مع تركيا من طرف، وهذا دعم عسكري واضح وهي شوكة للمساعي التركية لاقتلاع هذه المنطقة كما جرى في عفرين. من درجة أخرى هناك أعضاء بارزين، وهناك عضو في الكونغرس الآن يزور المناطق التي تسيطر عليها قسد. المسألة الثالثة هو الدعم الاقتصادي التي تعرى به. في هذه اللحظة أعتقد أن قوات قسد تشعر بنوع من القوة، وحينما تطلب من النظام السوري نوع من المفاوضات هي تعتقد أنها تستطيع أن تحول مكاسبها على الأرض وعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في هذه اللحظة التي بات النظام السوري يستشعر بها إلى نقطة قوة في المفاوضات، وأن تشرع ما هو مكتسب على الأرض، لأن المرة الأخرى التي جرت فيها المفاوضات بين قيادات الأمنية للنظام السوري وقيادات قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي كانت في اللحظة الانسحابية الأمريكية. وقتها لاحظت قوات سوريا الديمقراطية إلى أي درجة هناك انتهاك من قبل النظام السوري وعدم اعتراف بأي طيب. نوع يعني بوضوح وببساطة، تستبعد قيام قوات سوريا الديمقراطية بأي تنسيق أو حوار مع النظام في المستقبل القريب؟ فيما لو كانت هذه القوات تعتقد، وأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نوعا من ذلك حتى لا تدخل هذه المنطقة في مستنقع صراع تركي كردي سوف يكون ضربة للطموحات الأمريكية التي تسعى في النهاية فقط إلى أن يحدث نوع من الأمان الأمني في هذه المنطقة ولا تعود داعش والقوى الإسلامية المتطرفة. فيما لو شعرت قوات سوريا الديمقراطية أن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التنازلات الحقيقية من النظام السوري بالضغط الأمريكي، والذي لا يتعدى نوع من الاعتراف بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة ونوع من الخاصية الكردية ونوع من المساحة الاستراتيجية الفدرالية تقصد يعني. نعم، لا ليس الفدرالية بالضبط. أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية تتفهم الطبيعة الديمغرافية وطبيعة يعني الاختلاط في المجتمع السوري وطبيعة صعوبة الديمغرافية في تلك المنطقة، وأن الديمغرافية أو الفدرالية فيما لو كانت لن تكون ذات صفة كردية خالصة، سوف تكون خاصة بمنطقة الجزيرة مع باقي أطراف سوريا. لو اعتقدت أن الطرف الأمريكي جاد في إحداث نوع من الضغوط الحقيقية على النظام السوري، أعتقد أنهم سوف يميلون إلى هذا الخيار، لأنه في الجزر قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي لا توجد ثقة استراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني لا توجد ثقة بأمريكا، يوجد ثقة بالنظام السوري الذي قتل المئات الآلاف. على كل حال، بين كل زحمة الأخبار هذه سيد عبد الوهاب أطل الرئيس،
لا موضوع صغير يعني هنا الموضوع لا يتعلق سريعا سريعا بالثقة ولكن هنا نعم الموضوع هنا لا يتعلق بالثقة أعتقد يتعلق بموازين القوى يعتقدون أنه في حال وجود دعم أمريكي حقيقي لهم فالنظام السوري سوف يكون في حالة ضعف ويستطيعون أن يكسبوا منه شيء لا أعتقد أن هناك أي طرف من هذه الأطراف يثق بالآخر لا توجد أي طيب. شكل من الإشكال طيب. عبد الوهاب نعم بين كل زحمة الأخبار هذا أطل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقول إنه بلاده أيضا مستعدة لقتال تنظيم الدولة وطرده خلال أشهر يعني وكأنه نعم. فتح السباق أمام المنطقة الشرقية نعم بين أنا من هذا الكلام من هذا الكلام سأنطلق نعم تفضل نعم من هذا الكلام كنت سأنطلق في الرد على ضيفك الكريم الضيف يتحدث ما قبل الاستراتيجية الأمريكية التي قامت بإدراج الميليشيات الإيرانية وموضوع وجود إيران في سوريا على أنه سبب رئيسي لتواجد الولايات المتحدة الأمريكية في شرق الفرات أو في سوريا على الأقل هذا من جانب الجانب الآخر أعتقد أن التصريحات أو السلوك لقوات سوريا الديمقراطية تنطلق ليس من جانب قوة إنما من جانب عدم ثقة أو عدم وجود مصداقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في قضية تحالفها الرئيسي لا سيما أن هذه التصريحات أو هذا السلوك يأتي في التزامن مع مشاورات أمريكية تركية لقضايا مدن شرق الفرات إذن التصريحات التركية التي تتحدث من خلال الرئيس التركي عن أن بلاده جاهزة لمقاتلة تنظيم داعش هي مراسلة للولايات المتحدة الأمريكية لمناطق هجين ومناطق شرق الفرات هذه نقطة مهمة يمكن بلورتها ويمكن من خلالها بلورة التصرف الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية هي تنطلق من عامل ضعف وليس بتقديرك عبد الوهاب كيف ستكون المتابعة الأمريكية والأوروبية لهذا الموضوع عبد الوهاب؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعمل على مبدأ التناقضاتية تريد حلا هجينا بين كل الحلفاء بين حليفها المحلي وهو قوات سوريا الديمقراطية وبين حليفها التركي تحاول استرضاء الطرفين تحاول استرضاء قسد وتحاول استرضاء تركيا كيف سيكون ذلك أعتقد ربما من خلال إعادة هيكلية قوات سوريا الديمقراطية إعادة فك الارتباط بين وحدات حماية الشعب الكردية وبين البيكيكي وهذا يمكن قراءته من خلال لما أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام أسماء شخصيات وقيادات في البيكيكي من داخل تركيا أدرجت هذا الأمر هناك خطوات أمريكية للمقاربة بين الطرفين لكن هل يمكن أن تقوم بالفعل بتحويل هذا الأمر لنتائج عملية على الأرض أعتقد الأمر ليس بهذه السهولة طيب. وليس بالضرورة أن تقبل تركيا وليس بالضرورة أيضا أن تقبل قوى سوريا الديمقراطية ومن هنا يمكن قراءة سلوك قسد ومغازلته للنظام السوري أو تحذيرها في قضية أن الميليشيات الإيرانية قد تقترب إلى حقول سيد مصر. رستم كيف ستتابع الأطراف هذا الموضوع أنقرة وواشنطن واشنطن بداية تفضل واشنطن تريد النوع من يعني إعادة الطمأنينة لنفسها بعد نهاية المعركة الحقيقية لها في محاربة داعش هي لا يعني هي لا تريد أن تغادر هذه المنطقة وهي قلقة مثل ما جرى في العراق عبر الاستراتيجية الانسحابية لأوباما تريد أن تضع نوع من الخطوط الثابتة ونوع من الأرضية الثابتة حتى يكون هناك ضمانات لأن لا يعود هذا البعبع الذي يسمى بداعش. الموضوع الآخر بالنسبة لتركيا أعتقد أن تركيا هي في مرحلة تعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية في مرحلة انتهاء محاربة داعش وأنها أي دولة تركية لم تقم ذا دور استراتيجي في محاربة داعش وأن إعادة توزيع غنائم محاربة داعش سوف توزع بشكل غير عادل بالنسبة لها سوف يستطيع الأكراد الحصول على نوع من تحويل مكاسبهم العسكرية إلى مكاسب سياسية وهي تركيا تعتقد أن ذلك يمس أمنها القومي وهي سوف تستميت في سبيل تحطيم ذلك لذلك أعتقد أن الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة سوف يكون هناك حدة وسوء تفاهم شديد بين الطرف الأمريكي وبين الطرف التركي لأن في النهاية هناك خطة لا يمكن أن يلتقي يعني في النهاية تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع نوع من الشراكة بين حليفيها الاستراتيجية للأكراد على الأرض وتركيا كحليف في المنطقة وتريد أن يعني أن تخلق نوع من المسافة بين قوات الاتحاد الديمقراطي قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني
وأعتقد أن المهمة الأمريكية في الموضوعين صعبة جدا، لأنه في الأساس لا تريد أمريكا أن تضع أكلة سياسية وعسكرية واضحة في تلك المنطقة، لكن أن تدير فقط من السماء، وهذا ما لا نستطيع أن نتحمله. أشكرك جزيل الشكر السيد رستم محمود الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من برلين. كما لا أنسى أن أشكر جزيل الشكر السيد عبد الوهاب عاصي البحث في مركز جسور للدراسات، كان معنا من غازي عنتاب. مشاهدينا الكرام أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، أيضا زوروا موقعنا الإلكتروني سيريا.tv. لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.